بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة رقم 4 Acid Base Equilibrium اللي هي الاتزانات الحامضية والقاعدية. دي المحاضرة رقم 4 في الاتزانات الحامضية والقاعدية. السلايد رقم 1 خدناها في المحاضرة السابقة اللي هي Buffer Solution. لو كان Buffer Solution بيتكون من الحمض الفوسفوريك والصولت بتاعه مع استبدال ذرة هيدروجين واحدة، الحالة ديت لما نيجي نحسب البي اتش، البي اتش هتساوي البي اتش هتساوي البي كي واحد زائد لوغاريتم السولت اللي هو اتش بي او 4، تركيز الاتش بي او 4 على تركيز حمض الفوسفوريك. رقم 2، اذا كان هناك البافر سوليوشن بيتكون من سولت حمض الفوسفوريك مع السولت مع استبدال ذرتين هيدروجين، في الحالة ديت البي اتش بتاعتي هتساوي البي اتش تساوي بي كي اي 2 زائد لوغاريتم ال HBO4 تركيز ال HBO4 على تركيز ال H2PO4. رقم 3، لو كان عندي البفر سوليوشن يتكون من سولت حمض الفوسفوريك مع استبدال ذرتي هيدروجين مع استبدال ثلاث ذرات هيدروجين، البي اتش بتاعتي بتساوي بي اتش تساوي بي كي 3 زائد لوغاريتم تركيز ال H تركيز ال PO4 على تركيز ال HBO4. Example number 10، مثال رقم 10، calculate the pH of 1 من 10 مولر solution of H3PO4. طبعا عارفين ان ال H3PO4 هيتفكك، هيدينا لما يتم استبدال ذرة هيدروجين واحدة هيدينا الهيدروجين زائد ال HBO4. تركيز الابتدائي بتاع ال H3PO4 1 من 10 مع لما هيتفكك هينقص بمقدار X والهيدروجين هتزيد بمقدار X. هنعوض في قانون فعل الكتلة اللي هو كي واحد هيساوي حصل ضرب تركيز النواتج على تركيز المتفاعلات. تركيز النواتج اللي هو اكس في اكس هيبقى اكس تربيع على 1 من 10 ناقص اكس. هنعوض عن قيمة كي واحد، المفروض هيبقى مديها لي في المثال، هيبقى 1 في 1 في 10 أس سالب 2 يساوي اكس تربيع على 1 من 10 ناقص اكس. في حالة إن احنا نحذف إكس من المقام، يجب أن يكون تركيز الحمض أكبر من أو يساوي 100 في الكي واحد. وطبعا لو جينا حسبناها نلاقي لو ضربنا 100 في الكي واحد هتساوي 1.1، فبالتالي بحذف إكس من المقام وبحل المعادلة نجد أن البي اتش هتساوي 1.55 من 100. Example number 11، calculate the pH of 1 من 10 مولر NA3PO4. ال PO4 زائد المية هيدينا ال HBO4 زائد ال OH، هنا هتبقى طبعا KB لأنها يعتبر NA3PO4 هنا يعتبر قاعدة. طبعا خدنا علاقة بتقول ان الكي بي واحد هتساوي الكي دبليو على الكي اتنين، ومنها هقدر اجيب الكي بي واحد. الكي بي هتساوي زي ما عملنا المرة في المعادلة السابقة في المثال السابق، حصل ضرب تركيز النواتج على تركيز المتفاعلات هيبقى اكس تربيع على 1.1 ناقص اكس. في الحالة ديت لا يمكن حذف اكس من المقام، هنلاقي بحل المعادلة الجبرية نجد أن البي اتش هتساوي 12.56 من 100. طبعا احنا عارفين ان الصوديوم فوسفيت از سترونج بيز، يعني قاعدة قوية. Example number 12، مثال رقم 12، the pH of a blood is 7.4 7.4. What is the ratio of HBO4 لل H2PO4 in blood عند درجة حرارة 25 درجة مئوية؟ طبعا لو ساعة ما قلنا لما يكون في مخلوط من ال HBO4 وال H2PO4 على طول ان ال pH هتساوي ال BK2 زائد لوغاريتم تركيز ال HBO4 على تركيز ال HBO4. هنعوض عن ال pH ب 7.4، ال BKA2 ديت هتساوي 7.12 من 100 زائد لوغاريتم ال HBO تركيز ال HBO4 على تركيز ال HBO4، هتطلع النسبة بتاعتي 1.9 على 1. الحاجة الجديدة اللي احنا هناخدها مع بعض النهاردة اللي هي بالإضافة للمحاضرة السابقة حاجة اسمها Fractional Composition Equation of Monoprotic Acid.
اولا هنستخدمها في المونوبروتيك اسيد وهن او هنستنتجها للمونوبروتيك اسيد وهنستنتجها للداي بروتيك اسيد. فراكشنال كومبوزيشن يعني التركيب الجزيئي او النسبه، نسبه التركيب، معادله نسبه التركيب. بمعنى ايه؟ بمعنى لو اي سبيشيز، اي مثلا او حصل تفكك الحمض وليكن المونوبروتيك اسيد وادانا مثلا ايون، الايون ده لو انا عايز اجيب الفراكشنال يعني النسبه بتاعته بالنسبه للتركيز، مجموع تركيز الايونات اللي موجوده في المحلول ده انا اقدر احسب الفراكشنال اوف ايتش سبيسيز ات ا جيفن بي اتش. يعني لو انا عندي بي اتش معينه ممكن احسب الفراكشنال اوف ايتش سبيسيز. اهميه ان انا احسب الفراكشنال مهم في الاسيد بيس تيتريشن في معادلات الاحماض والقواعد، وحاجه اسمها الايديتا تيتريشن اللي هي ايثيلين داي امين تترا اسيتيك اسيد تيتريشن، وحاجه اسمها الكتروكيميكال اكوليبريم اللي هي الاتزانات الالكتروكيميائيه. الفراكشنال ده بيمثل كومباين بتوين ماس بالانس اند اكوليبريم كونستانت، اللي هو علاقه ما بين الماس بالانس اللي هو اتزان الكتله مع الاكوليبريم كونستانت اللي هو ثابت الاتزان. طبعا هنشوف بالمثال وكيف يمكن الاستنتاج. بالنسبه لي عندي المثال الاولاني للمونوبروتيك اسيد، لو عندنا مونوبروتيك اسيد زي اتش اي لو اتفكك هيدينا اتش، هيدينا هيدروجين وهيدينا ايونات الاي السالبه. الفراكشنال كومبوزيشن هيساوي مجموع الايونات اللي موجوده في المحلول اللي هو اتش اي اللي هو تركيز الحمض نفسه زائد تركيز الاي السالب، وطبعا ثابت الاتزان بتاع التفاعل بتاعي اللي هو كي اي هيساوي لو انا بصينا على المعادله السابق حصل ضرب تركيز النواجذ على تركيز المتفاعلات، هيبقى حصل ضرب تركيز الهيدروجين في تركيز الاي السالب على تركيز الحمض نفسه. من المعادله بتاعه الفراكشنال كومبوزيشن هجيب تركيز الاي سالب هودي الاتش اي ده الناحيه الثانيه باشاره سالب بيبقى اف ناقص الاتش اي، وهعوض عن القيمه ديت في المعادله بتاعه اللي هي ثابت الاتزان. في الاخر خالص هطلع عندي الكي تساوي الاتش تركيز الهيدروجين في الاف ناقص تركيز الاتش اي اللي هو تركيز الحمض على تركيز الحمض. هعمل ري ارينجمنت، هودي الاتش اي الناحيه الثانيه وهودي الكي اي الناحيه الثانيه. طبعا في هيبقى في معادله وهتم حل المعادله، هنلاقي في الاخر خالص ان الاتش اي قيمتها هتساوي حصل ضرب تركيز الهيدروجين في الاف على تركيز الهيدروجين زائد الكي اي. طيب لو عايزين نجيب الفراكشنال اوف مولكيول ان ذا فورم اوف اتش اي، يعني الفراكشنال بتاع المولكيول في صوره الحمض اللي هو اتش اي اللي هي الفا اتش اي، ده اللي اسمه الفراكشنال اوف اتش اي او الكسر او الجزيء بتاع الاتش اي، هيساوي تركيز الاتش اي على مجموع تركيز الايونات اللي هي الاتش اي زائد الاي السالب، هيساوي الاتش اي على الاف. الاف اللي احنا شفناها من المعادله ديت اللي هي تساوي مجموع الاتش اي زائد الاي السالب. هنعوض عن تركيز الاتش اي من المعادله ديت في المعادله بتاعه الالفا، هتطلع عندي حيث ان الاتش اي تساوي اللي هو المقدار ده حصل ضرب تركيز الهيدروجين في الاف على تركيز الهيدروجين زائد الكي اي. هعوض عن الاتش اي في قيمه المعادله دي بتاعه الالفا ديت، هنا هتلاقي ان الاف في البسطه هتضيع مع الاف في المقام، وهتطلع عندي المعادله النهائيه بتاعه اللي هي ديفايدد باي اف. هتلاقي الفراكشنال بتاع الاتش اي هيساوي اتش حصل ضرب تركيز الهيدروجين على تركيز الهيدروجين زائد الكي اي. ومن خلال ديت لو عندي اي تركيز مختلف من البي اتش ممكن اقدر احسب تركيز الهيدروجين، ومن خلاله اقدر احسب اللي هو الفراكشن بتاع الاتش اي بمعلوميه اللي هو ثابت الالتزام بتاع التفاعل. طيب من المعادله الاولانيه اللي احنا خدناها مع بعض ديت اللي هي اف هتساوي مجموع تركيز الـ HA زائد تركيز الـ A، هنعمل العكس. احنا المرة اللي فاتت ودينا الـ HA الناحية الثانية بإشارة مخلفة، المرة دي هنودي الـ
هنودي الـ A السالب بشارة مخالفة وهنعوض برضو في المعادلة دي. هي قلنا الفراكشن هتساوي مجموع الـ HA تركيز الـ HA زائد الـ A السالب. ودينا الـ A السالب الناحية التانية بإشارة سالبة، HA يساوي F ناقص الـ A السالب. هذه ده ثابت الاتزان اللي قلنا حصل ضرب تركيز الايون الهيدروجين في تركيز الايون الاي السالب على الاتش اي، هيتم التعويض عن قيمه الاي قيمه الاتش اي في المقام بالعلاقه ديت اللي هي اف ناقص الاي السالب. هنعمل ري ارينجمنت، هنضرب طرفين في وسطين، هيبقى كي اي في الاف ناقص كي ناقص الكي اي في الاي السالب هيساوي تركيز ايون الهيدروجين في الاي السالب. هنقسم الطرفين على الاي سالب، هيطلع عند العلاقه ديت كي اي في الاف على الاي سالب ناقص الكي اي يساوي تركيز ايون الهيدروجين. هودي الكي اي الناحيه الثانيه باشاره مخالفه، يعني تبقى باشاره موجبه، هتطلع عند العلاقة KAF على تركيز الـ A السالب يساوي KA زائد الهيدروجين. هعمل rearrangement، يعني بمعنى الأصح هودي أخلي هنا هودي دي بص، هودي دي هنا الناحية دي، هضرب طرفين في وسطين، هتطلع عند العلاقة النهائية الـ A السالب هتساوي KAF على الـ KA زائد الهيدروجين. طيب لما أجي أحسب الفراكشن بتاع الـ A السالب، الفراكشن بتاع الاي سالب اللي هي الفا اي سالب هيساوي الاي سالب على الفراكشن اللي هو الاف. طيب هعوض عن الاي سالب بالمعادله اللي هي عندي فوق ديت، هتلاقي ان الاف في المقام هتروح مع الاف في البسط، هتطلع عند المعادله النهائيه الاي الالفا بتاعت الاي سالب هتساوي كي اي على تركيز ايون الهيدروجين زائد الكي اي. ومن خلال هذه المعادله اقدر احسب تركيز او احسب الفراكشن بتاع الاي السالب بمعلومية ثابت الاتزان وبمعلومية الـ pH. لو كان عندي pH أقدر أحسب منه الهيدروجين آيون، ومن خلاله أقدر أعوض في المعادلة ديت وأقدر أحسب اللي هو الفراكشن بتاع الـ A السالب عند different pH. هناخد مع بعض برضو ناخدنا في الديسوشيشن بتاع المونوبروتيك أسيد، المرة دي هناخد الفراكشن of dissociation species of dibrotic acid. طبعا الدايبروتيك اسيد يوجد له ثلاث صور اللي هو HA وHA سالب والA ماينص 2. اللي احنا عملناه المره اللي فاتت هو اللي عملناه في المونوبروتيك، هو اللي هنعمله في الدايبروتيك اسيد بالظبط. بمعنى هنا بيقول لك المطلوب حساب نسبه كل من هذه النوعيات بالنسبه للتركيز الاصلي من الحمض عند كل بي اتش. طبعا عشان الحمض ده بيتفكك على مرحلتين، المرحلة الأولى هيدينا HA سالب، والمرحلة الثانية هيدي HA سالب هيتفكك يدينا A سالب 2. هيبقى بالتالي عندنا KA 1 وهيبقى عندنا KA 2. KA 1 هتساوي حاصل ضرب تركيز الهيدروجين في تركيز الـ HA سالب 1 على الـ H2A. منها ديت هقدر لو عملت ري أرينجمنت هقدر أحسب قيمة الـ HA السالب، هتساوي KA 1 على اللي هو تركيز أيون الهيدروجين في الـ HA. الـ K2 هجيبها برضو من المعادلة ديت اللي هي HA سالب هيدينا A هيفقد هيدروجين هيدينا A سالب 2. هيبقى الـ K2 هتساوي حصل ضرب تركيز النواتج على تركيز المتفاعلات، هو حصل ضرب تركيز أيون الهيدروجين في تركيز الـ A سالب على تركيز الـ HA اللي هو HA ماينس 1. برضو هعمل ري أرينجمنت، هجيب الـ A ماينس 2 هتساوي K2 على تركيز الهيدروجين في الـ HA سالب. طبعا الـ HA سالب انا استنتجتها من الـ K1 في المعادله ديت، هعوض عنها هنا، هتطلع عند القيمه في الاخر اللي هي بتاعه الـ A ماينص 2 هتساوي KA1 في K2 على تركيز الهيدروجين ايون تربيع في تركيز الحمض اللي هو HA. طبعا لو جينا نعوض عن الفراكشن انه قلنا مجموع الفراكشن ده يساوي مجموع صور الحمض في الصور المختلفه لتفكك الحمض، هيساوي اللي هم الثلاث صور دولت مجموع تركيز اللي هم الثلاث صور HA زائد HA ماينص 1 زائد A ماينص 2. طبعا هنعوض عن قيمة الـ HA سالب من المعادلة ديت اللي احنا خدناها من بمعلومية الـ KA 1، وهنعوض عن الـ A ماينص 2 بالمعادلة ديت اللي هي
استنتجتها بمعلومية الكي واحد والكي اتنين اللي هي كي واحد زائد كي واحد في كي اتنين على تركيزة أيون الهيدروجين تربيع في الـ HA. الإف هتساوي تركيزة الحمض زائد هعوض عن دي بالقيمة اللي فوق دي تبقى كي اي واحد على تركيزة الهيدروجين في الـ H2O في الـ H2A تركيزة الحمض زائد الكي اي واحد في الكي اتنين على تركيز أيون الهيدروجين في تركيز الحمض اللي هو H2A. هنلاقي ان هنا H2A مشتركة ما بين التلاتة، هناخدها عامل مشترك، هتطلع الاف عندي H2A افتح قوس واحد زائد KA واحد على تركيز الهيدروجين زائد K واحد في KA اتنين على تركيز الهيدروجين تربيع. طيب هنحسب الحساب الكسر الذي يمثل H2A، يعني مثلا الفا واحد اللي هو بتاع الـ HA او الـ H2A، لو الـ H2A يبقى H2A على الاف على طول. طب لو الـ HA سالب يبقى برضو الـ HA سالب، تركيز الـ HA سالب على تركيز الاف. طيب ادي عندي كلمه تركيز الاف اهي، الاف اهي موجوده عندي، يبقى HA على الاف. طبعا الـ HA في المقام هتروح مع الـ HA في البسط، هيطلع عندي العلاقه في الاخر واحد زائد KA واحد على أيون الهيدروجين زائد كي واحد في كي اي اتنين على تركيز أيون الهيدروجين تربيع أس ماينس واحد، لأن ده كان في المقام. ألفا اتش اي هيساوي اتش اي تركيز الاتش اي على ألفا نوت اللي هو الإف ده، دي معناها إف، أو أحيانا بيقول عليها ألفا نوت برضو، هي الإف. عوض عن قيمة الإف يبقى هنا هتطلع عند العلاقة، انا هتطلع عندي العلاقه بالصوره ديت كي اي 1 اتش موجب افتح قوس 1 زائد كي 1 على، طبعا الاتش اي هنا عوض عنها من العلاقه السابقه، خلي بالك لو عوض عنها من العلاقه ديت عوضنا عنها هنا بالقيمه بتاعتها، وبعد كده طبعا الاتش اي في المعادله السابقه هتضيع مع الاتش اي، هتطلع في الاخر خالص العلاقه كي اي واحد على تركيز ايون الهيدروجين افتح قوس واحد زائد كي واحد على تركيز ايون الهيدروجين زائد كي واحد كي اتنين على تركيز ايون الهيدروجين تربيع. لو بصينا هنا على الالفا اتش 2 او لو الفراكشن بتاع الاتش 2 اي، هتلاقي ان معلوميه الكي واحد والكي اتنين وتركيز ايون الهيدروجين اقدر احسب قيمه الفراكشن بتاع الاتش اي. هنا نفس القصه بمعلوميه تركيز الاتش اللي هو تركيز ايون الهيدروجين اللي هو البي اتش، ومعلومية الـ K1 والـ K2 أقدر أحسب قيمة الـ Alpha HA. آخر حاجة لما أجي أحسب قيمة الـ Alpha بتاعة الـ A-2 اللي هي هتساوي تركيز الـ A-2 على الـ F، طبعاً هعوض عنها بقيمة القيمة بتاعتها اللي أنا حصلت عنها في المعادلة السابقة اللي هي دي، هتلاقي إن الـ HA في المقام هيروح مع الـ HA في البسط، هتطلع العلاقة عندي كي اي واحد في كي اتنين على الهيدروجين هنا المفروض تربيع افتح قوس واحد زائد كي كي واحد في تركيز ايون الهيدروجين زائد كي واحد على كي اتنين على اتش موجب تربيع ماينس واحد. اكزامبل نمبر 13 اللي هو 13، calculate the equilibrium concentration of different species in 1 من 10 مولر H3PO4 at pH 3، يعني هنا حدد لك ان البي اتش بتاعتك كام. ادي ادانا برضه الكي 1 والكي 2 والكي 3. الحل بتاعي ان انا الالفا 1 اللي هي بتاعت حمض الفوسفوريك هتساوي تركيز حمض الفوسفوريك على الاف. الاف طبعا بالنسبه لي طبعا زي ما استنتجناها المره اللي فاتت، بس دي طبعا هتبقى اصعب شويه لان دي هنا داي بروتيك، ان هنا ده تراي بروتيك اسيد وليس داي بروتيك اسيد. هنا الـ H3O هو ده تركيز ايون الهيدروجين، بس هي مكتوبه كده المعادله مفيش مشاكل. يبقى انا هقدر اجيب تركيز ايون الهيدروجين الـ K1 عندي، الـ K2 عندي، الـ K3 عندي، هعوض عنها هنا هعوض عن تركيز الحمض ب 1 من 10 مولر، هقدر من خلال احسب الالفا 0 واحسب الالفا 1 واحسب الالفا 2 واحسب الالفا 3. وبكده تكون انتهت المحاضرة، بالتوفيق إن شاء الله.